طلب مني أحد أصدقائي أن أشهد معه في المحكمة على استخراج حجة استحكام على داره، فذهبت معه للمحكمة، وعندما وصلت إلى القاضي فوجئت بأن الشهود الذين شهدوا قبلي قالوا في شهادتهم إن صاحب المنزل يملكه منذ 16 عاما، وهو لا يملك المنزل إلا منذ 6 سنوات. وكنت وقتها في موقف حرج، فلا أحب أن أنفي شهادتهم فأعقد موضوع الصك، فشهدت على صحة شهادة الشهود الأولين. فهل هذه الشهادة تعتبر زورا، وما هي كفارتها، علما بأنه لا يوجد أي معارض في منزل المتقدم للحجة، بل المنزل ملكه، وإنما الاختلاف في المدة فقط. أفيدوني أثابكم الله. أخطأت في هذا التصرف حيث لم تبين الحق في الشهادة وقد وافقتهم وأنت تعلم خطأهم، هذا يعتبر شهادة زور. الواجب عليك أن تبين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ويقول سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الواجب عليك أن تبين الحق في هذا الموقف. أما وقد حصل ما ذكرت، فإن الذي يجب عليك أن تذهب إلى القاضي الذي جرى على يده هذا التوثيق وتبلغه بالحقيقة، ليتلافى القاضي ما حصل بموجب هذه الشهادة. هذا الذي يجب عليك. نعم، حتى لو كان الأمر في مدة، يعني لا تؤثر على ملكيته من عدمها. قد يكون أنه يظهر له أن ما فيه ما يؤثر، لكن الواقع أنه يؤثر، قد يكون هذا. نعم، لازم يبين للقاضي الحقيقة والقاضي يعمل ما يلزم نحو هذا. نعم.